اهلا وسهلا خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه خطيره غادي تحيد لكم العرق. العرق حنا كنعرفوا باللي في الصيف، ماشي البرد، المهم في الصيف كاينين الناس، واحد النسبه كبيره ديال الناس اللي كيعرقوا بزاف. كاين ناس اللي كيعرقوا وكتكون ريحه العرق خايبه 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 بزاف بزاف بزاف، عكس ناس وحده اخرى اللي كيعرقوا ما كتكونش فيهم الريحه بصفه نهائيه. انا غادي نهضر على الناس اللي كيكون فيهم العرق اللي ريحته خايبه، والناس اللي العرق ديالهم ما فيهش الريحه. في كلتا الحالات انا كنهضر على العرق، ما كنهضرش على الريحه، وانما كنهضر على العرق. هذا المشكل هذا كيتصابوا به بزاف ديال الناس اللي كيتحركوا بزاف، بزاف ديال الناس اللي كيكونوا يعني معرضين للسمنه، اولا كيكونوا يعني الوزن ديالهم زائد. بزاف ديال الناس اللي كتكون لابو ديالهم هي هكا كيعرقوا، واخا ما يديروا لا تعب لا شي حاجه، تكوني عيقاسه كتصيبي راسك عرقانه، يعني لابو ديالك ملي كتسخن اولا الجسم اولا لوكوغ ملي كيسخن كيفرز هذيك الماده. ف اخيب حاجه هي ديك الماده تخرج وتخرج بريحه خايبه. كتلقى بنادم لابس قميجه ومطبع عليه ديك الطبعه كبيره هكايا تحت بيطانو، فهاد الشيء هذا خايب. واكثر ناس اللي كيمرضوا بهذه القضيه هذه هما حنا لي فام، يعني البنات. البنات ما كيعجبهمش هذا المشكل هذا ديال العرق، وما كيبقاو يديروا سبراي، يديروا ديك لي برودوي اللي كتحيد العرق. انا حاجه وحده ابار هاد الوصفه الطبيعيه اللي جبت لكم، حاجه وحده اللي فريمون كنعتمد عليها مني كندوش، غير مني كندوش، ماشي فوق ما قال لي راسي نديرها. مني كندوش كندير دوف، ديك هي ديال العرق دوف، راه كتدوريها بحال هكا، راه وريتها لكم في واحد اللايف. دوف كنديرها هي بحال صابونه كنديرها، ما كاينه لا ريحه عرق. باش انا نكون معاكم واقعيه، انا مني كنعرق كتجيني ديك الريحه و فريمون تيعرقوا ليا انا بيطاني، ولكن بهذيك صابونه دوف صراحه كتهنيني كتهنيني. ولكن كما قلت لكم راه ماشي انا جالسه صافي انا عرقانه ونديرها فوق العرق، لا ما كنديرهاش فوق العرق، وانما مني كندوش ونكون يعني لابسه حويجات نقيقين وتكون الجسم ديالي مقشر ويعني الجسم ديالي نظيف، كنديرها صراحه ما كنعرق، ما كتخرج فيا هذيك الريحه ما حتى شي حاجه زوينه. مي انا جبت لكم اليوم وصفه طبيعيه، شي حاجه طبيعيه، شي حاجه بيو، شي حاجه رخيصه في الثمن، شي بدرهم درهم تحيدي هذا المشكل. درهم غتمشي عند العطاره تجيبي واحد الدرهم ديال واحد الحاجه وتحيدي بها هذا المشكل. زوينه بزاف، زوينه زوينه زوينه، اللي هي البنات الشبه، الشبه مطحونه، ها هي الشبه مطحونه، ها هي كتكون كتبري شبه مطحونه البنات كما كتشوفوا، ها هي دايره بحال الملحه تماما، بحال شكل الملحه. اذا كتاخدي الشبه، اما كتاخديها حجره اولا كتاخديها بودر كما كتشوفوا. خديتيها حجره طحنيها لراسك راه دغيا تتطحن، خديها انتيا، خديها غبره من عنده، يعني خديها بحال هكا وجيبيها اختي اولا خويا اولا كيف ما بغيتي تكون. ايوا شد الملح، شد ثاني الملح الحيه، شد الشبه بحال هكا. اول حاجه تكون لابو ديالك اولا تحت بيطانك نقي، ضروري تكون نقاوه نقاوه نقاوه، راه ماشي انت عرقانه وما عادش داكشي مطبع عليك هنا وتجي ديري الشبه، لا خاص لابو ديالك تكون نظيفه. غسلي مزيان بصويبينه وميها تكون هكايا دافيه، غسلي بيطانك الا كان حتى شي زغب ولا شي حاجه لا حياء في الدين حيديه. صافي نشفي مزيان ضروري حيت هادي حتى هي منطقه حساسه، نشفي مزيان 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 مزيان، نشفي ما تخليش الماء. ابخي غادي تاخدي اختي واحد الكمشه ديال الشبه بحال هكا ياك، بحال دابا نقولوا هذا هو الباط ديالي، هذا هو الباط ديالي، غتاخدي الشبه وغادي تحطيها بحال هكا، والباط غادي تسدي هكا، غادي تسدي على باطك هكا. بغيتي ديريها وتعرضي شي كلينكس ولا شي حاجه الباط ديالك باش ما تحتتش ماشي مشكل، المهم كتخلي الشبه تحت البيطان ديالك. شنو كدير؟ هي كتمتص كاع داك الماء اولا داك العرق اللي كيخرج لك من بيطانك.
زوينه بزاف زوينه بزاف زوينه بزاف، ما نعاودش لكم اشنو الفوائد ديالها على هذا المشكل هذا. كتحيد لك مع المداومه، كتحيد لك العرق ما كيبقاش بصفه نهائيه، كتحيد لك ريحه العرق، شطحي خرجي جري ديري اللي بغيتي، ما كاينش العرق بصفه نهائيه. فريمون هذا المشكل ديال العرق صراحه خايب بزاف خايب بزاف. يعني طلعي للطوبيس تلقاي بنادم هكاك الريحه ديالو ما زويناش، نتيا كاع الا كنتي، انا نهضر على راسي، الا كانت فيا ديك الريحه كنكون بستريس، يعني نو ما خصنيش نكون بحال هكا، خصني نلقى الحل. انا انت يعني خصني نكون زوينه الشكل المظهر ديالي، حتى نتوما البنات ما بقاش راه قال لك مزوق من برا واش خبارك من الداخل. هذه هي داك المثل الشعبي ديالنا، راه خصك تكوني انيقه انت 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 بمعنى الكلمه، انيقه في الكلام ديالك باش ما المهم راه خصك تكون فاطمه الزهراء، خصها ضروري راه ملي اللسان هذا ملي تيتطلق ما تيبغيش يسكت. انيقه انت هاد المعلومات زوينين نعطيهم لكم ماشي مشكل، انيقه في الباسك يعني المظهر ديالك الخارجي والداخلي، اول قبل الخارجي خصك تكوني اصلا انت زوينه لداخل ياك، تكوني نظيفه دائما النظافة، حويجاتك يكونوا نقيقين، شعرك يكون نقيقي، الرويحة تكون زوينة فيك، حيدي ديري هكا يا حاجات بحال هكا باش تحيدي هذا المشكل ديال العرق. دائما أي حاجة اللي تكون زعجك قلبي وبحثي على الحل ديالها باش تكوني أنت ومرأة يعني يعني بداك المعنى الحقيقي ديالها بكل المقاييس، تكوني أنت بكل المقاييس، ماشي أنا لابسة مزيان وأنا راكبة في طوبيس ولا طاكسي وريحتي كتعطعط. لا اختي لا لا لا، خصوصا الا كان جالس حداك شي دري ولا شي راجله ويلي مهمتي. لا اختي خاصك تكوني مزه مزه، عرفتي داك المثل اللي تيقولوه المصريين، تحيه لمصر او للناس ديال مصر، خاصك تكوني حلوه 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 زي التوته ولينا مصريين معاكم، فهمتي؟ يعني كنحاول نوصل لك المعلومه. كذلك اخويا انت انا ما خصكش بحال هكا، انا دابا راه كما قلت لك راه فمي ملي كيتطلق راه ما تيبغيش يسكت، هذا هو المشكل. راه ملي تكون المهم تحيه لخوتي وخواتاتي كاملين، ما تخليوش هذا المشكل، حيت هذا المشكل فريمون كيخلي الواحد ما يبقاش تايق في راسو، هذا هو المشكل الكبير، كيخليك ما تبقايش تايقه في راسك. وقعت معايا والله العظيم وقعت معايا، ولكن الحمد لله تهنيت 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 من هذا المشكل. خاصك ما تحسيش براسك انك ما تيقاش في راسك، جاك شي مشكل قلبي لي على الحل طيريه، باش دائما تكوني تايقه في راسك، اجتمعتي مع الناس تكوني تايقه في راسك، طلعتي للطوبيس طلعتي للطاكسي تكوني تايقه في راسك، دخلتي لشي سوق او لشي مرجان او لا دزتي من حدا شي واحد او لا جلستي مع لا فامي ديالك تكوني تايقه في راسك، روحتك زوينه انيقه جالسه محترمه. شو البروتوكول وداكشي اللي بغيتوني نديرو لكم في شي فيديو ما عنديش المشكل، انا ماشي غير نبقى نجيب لكم على الوصفات، خاص الوصفات والمكملات ديال الوصفات اللي هو كيفاش تكوني مع الناس، كيفاش تلبسي، كيفاش دير، فهمتي؟ بحال هكا كيفاش تكوني مؤدبه. الاحترام هو اهم حاجه، الاحترام في كل شيء، والثقه في النفس، وتكوني جالسه وما ماشي بحال هكا تديري هكا او غادي يشموا فيا ريحه العرق، لا غادي نوض من حدا هذا، لا غادي نمشي لهذيك البلاصه، فهمتي كيفاش شنو بغيت نوصل لك؟ يعني خصك تكوني جالسه ومرزنه وثيقه في راسك، ما كاين لا عرق لا بيطان مطبعي لا حتى شي حاجه، انا بخير زيد داك حطيهم كما بغيتي، ديري ها ديري ها عادي جدا، فهمتي؟ يعني الثقه بالنفس هي اهم حاجه، وديروا الشبه واعتمدوا على الشبه وتفكروني، اعتمدي على الشبه وتفكريني، خصوصا ملي دوشي دوشي واعتني ليا بهذيك البلاصه اللي هي تحت البيطان، اعتني بها مزيان مزيان، نشفي مزيان، وديري ليا اختي الشبه خصوصا في الصيف، دابا جاي الصيف والصاد والعروقات ومشكله، اعتني ليا بالجسم ديالك. كان هذا هو لا فيديو ديالي ديال اليوم، نتمنى من الله ان المعلومه ديالي جبت لكم مكون واحد بالدرهم، تمشي عند العطار عفاك سيدي عطيني واحد الدرهم ديال الشبه، ايه لا لا غتجيبيها غدوشي وغديريها وها انت اختي مهنيه، واخا تبدا طايح لك وتفرت يعني تطيح وداك الشيء هانيه، حنا ماشي غرضنا ان حنا، الغرض هو ان تحيد لنا هذاك المشكل، فهمتوا كيفاش؟ المهم البنات تهلاو في ريوسكم، اختكم فاطمه الزهراء اللي جاي واعر.
اللي جاي حسن من اللي من اللي من اللي مشى، يعني الوصفات اللي جايين حسن من هذوك اللي مشاو، شي حاجه طوب، شي حاجه واعره. ونتمنى والله نكون عند حسن ظنكم كاملين. عرفتي شنو كنشوف؟ كنشوف الدقائق، حيت انا وعدت البنات ان الفيديو تكون فيه 10 ديال الدقائق. كملات 10 دقائق، يلا باي باي عليكم قبل ما تقلقوا عليا. يلا باي باي.